أنا زوجة صائب بك. شو؟ بعدك مش مصدقة إني مرت بيك؟ لا صدقي، وحضري لي حصتي من الأملاك. والله كتير واثقة من نفسك. أكيد رح أثبت زواجي ورح أقدر أخذ حصتي من أملاك صائب، سوري، المرحوم صائب بك زوجي. موافقة. شو رأيك أستاذ بي اللي سمعته؟ يلي شايفه ما كذابة، ومنيح إنك طلبتي منها إثباتات لزواجها من مرحوم بيك. طيب هي فيها تثبت زواجها؟ تقدر، في حال إذا إجوا الشهود مع الشيخ يلي كتب الكتاب قدام القاضي وحلفوا يمين. وبيطلع لها مصاري؟ ما بيطلع لها شيء، إلا إذا التغت الوصية، والوصية ما فيها تلتغى، لأنه كل شيء صار لإلك. أوكي، تمام إذا هيك. شو بالنسبة للقضية يلي حكيتيني فيها؟ الأوراق صاروا معك، أنت شو بتفهم منهم؟ حسب العقد، مفروض أبو طارق يدفع النص في حال خسر المشروع، وهو لهلا ما دفع شيء. وشو فينا نعمل بهيك حالة؟ رح نرفع عليه قضية استرداد المصاري بسرعة لحتى تقدري تاخدي مصريتك. هي شغلة ملايين، يعني أقل شيء بيطلع لك شيء مليونين دولار. كتير منيح، لكن خلينا نبلش بالإجراءات. لكن أنا من بكرة رح أمشي بالدعوة، وإن شاء الله أنت ربحاني فيها. إن شاء الله. بتريدي مني شيء تاني؟ سلامتك. بالإذن. يعطيك العافية. مرحبا. شو في ما؟ استاذ مروان، من اليوم ورايح بدي اعرف بكل مشاريع الشركه وارباحها. وانت مين حتى تحكي معي هيك؟ روحي على مكتبك. ما بسمح لك تحكي معي هيك. انا ما بسمح لك تحكي معي بهالطريقه. روحي على مكتبك يلا. معرفت انه انا صرت شريكه بالشركه مثلي مثل سيما. انت شو عم تخرفي وتحكي؟ جنيتي؟ لا ما جنيت، أنا زوجة صائب بك. شو؟ شو عم تجني وتحكي أنت؟ إذا منك مصدقني فيك تروح عند دوموازيل سيما وتسألها، بس ما تروح هلأ لأنه مشغولة هلأ هي والأستاذ غسان، عم بشوفوا كيف بدهم يحلوا هالمصيبة اللي وقعت على راسهم. روح على مكتبك وخلصيني منك. لما يصير قانونياً شريكة بالشركة يصير عندنا كلام تاني. شو هالقصة هيدي؟ معقولة هالحكي؟ لا أكيد مش معقول، هيدي وحدة مجنونة، هيدي وحدة. لا لا مستحيل، أنا ما بصدق، ما بصدق أبداً يلي عم بتقوليه. أنا قلت هيك مثلك. بس يمكن صدق، لأنه أحياناً كنشوفهم سوا لوحدهم بالمكتب. قلت ممكن يكون في بيناتهم علاقة، بس متزوجة؟ لا 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 مستحيل أبداً. بس أنا بيي كان مريض، إله سنتين مريض ما إجا على المكتب. إيه بس هيدا الحكي عم قلك إياه من 4-5 سنين، لأنه مرة فت لعنده على المكتب ولقيتهم سوا، ونهارة كتير عصب مني الله يرحمه وزعل. ما بسمح لك أبو طارق، بابا ما بيعمل هيك شيء، احترم حالك عمو المعروف. أنا يا بنتي عم قلك اللي شفته، مش أنا اللي عم قول هيك، وإن شاء الله بتمنى تطلع كذابة. صار فيك تتفضل على شغلك أستاذ. إيه ليش لا؟ بالإذن. يا لطيف من الخبرية لك. يا لطيف يا لطيف. مثل ما عم قلك يا ليس، سكرتيرة متهمة بابا انه كان متجوزها. بركي مش اتهام، يمكن عن جد مجوزين. هو بصراحة كل شيء بدل على انه كانوا مجوزين. يمكن بابا تما يجرحنا مشاعرنا ما اعلنوا للزواج ولا ثبتوا. يعني يمكن يكون فعلا مجوزين. آية
سألتك معقول يكونوا مجوزين؟ ايه يمكن يكونوا مجوزين عن جد. يعني هالشي رح يخربط كل شي بالنسبة لألكن. ما بعرف ما بعرف. المرحوم بيك غلط، ما كان لازم يتجوز سكرتيرته، والأخص إنه مش من مقامكن هي. الله يرحمك يا بابا. الله يرحمه.